محاضرتنا اليوم اللي هي سيمي سوليد دوزج فورم. احنا نعرف الدوزج فورم بعدة انواع اللي هو الليكويد والسوليد والسيمي سوليد. اليوم انا راح اشرح لكم السيمي سوليد، موضوع جدا بسيط، وانتم ماخذين اتوقع السوليد والليكويد يم دكتورة فاطمة ودكتورة ملا. Introduction المقدمة Pharmaceutical Semi Solid Dosage Preparations include Ointment, Past Star cream, plaster, gels and rigid foam. هاي الأنواع مال السيمي سوليد اللي هي انكلود الاوينتمنت والباسترز والكريم والبلاسترز والجولز and rigid foams. They contain one or more active ingredients. المهم اللي عندنا هو بالسيمي سوليد اللي هو active ingredients. Dissolved or uniformly dispersed in a suitable base. And any suitable expense such as emulsifiers, viscosity increasing agent, antimicrobial agent, antioxidant or stabilization agent, etc. يعني المادة الرئيسية اللي عندنا اللي هي بالسيمي سوليد اللي هي ضمن منه المادة الفعالة الانجريدينت، راح نضيف لها بعض المواد الأخرى اللي هي مثلا البيس. البيس أيضا جدا ضروري بالسيمي سوليد، وبعض مواد اللي هي اللي مثل viscosity increasing عامل مزيد لزوجة أو ضد الفطريات مادة أو الأنتي أوكسيدنت أو مادة تزيد من الاستقرارية حسب اللي دراج أو السيمي سوليد اللي أنا أشتغل عليه. يعني أحيانا دني المواد مو كلها أنا أضيفها. Semi solid are the typical dosage form used for the therapeutic, protective or cosmetic function. إذا هو علاج إحنا ندري به موضعي يوجد يا أما therapeutic أو productive أو cosmetic function واللي دائما نشوفه بالماركت. They mean may be applied to the skin or used nasally, vaginally or rectally. إذا هو يا أما يستخدم للسكن أو للنازلي أو vaginally أو rectally. إذا كل واحد إلى مرهم معين هاي المناطق الموجودة من البشرة. Advantage of semi-solid dosage form. ما هي فوائد أو يعني الإيجابيات مال semi-solid dosage form? It's used externally. Probability of side effect can be reduced. دني المحاسن ملات semi-solid. First pass gut and hepatic metabolism is avoided. يعني أول نقطة اللي هو للاستعمال الخارجي. السايد إفكت أقدر أني أقلله أو يكون كلش قليل. First pass يعني أقدر العوارض الجانبية للكبد أو الغيرها من الأعضاء أتجنبها، التأثير السلبي عليها. Local action بالإضافة إلى هو شنو يعني الفعالية مالته على موضع معين مو على الجسم كله، لأنه ما راح يدخل عن طريق الفم. زين، أو هنا نقدر نستخدمها للمرضى اللي ما يقدرون مثلا يتناولون عندهم خلل بالطعام مثلا ما يفوت عن طريق الفم، فأقدر أيضا أستخدم الدوزج فورم السيمي سوليد. زين، راح يعتبر أكو حالات من المرضى أيضا هو يفيدها فور بيتر دراجز، أند هو أكثر استقرارية من الليكويد. ليش؟ لأن إحنا عندنا قلنا الدوسج فورم أيضا عندنا ليكويد والسوليد. الليكويد يكون دائما أقل استقرارية، ليش؟ لأن بي كمية من الماء. فإذا عندنا السيمي سوليد يكون أفضل أو أكثر استقرارية من الليكويد. هنا ديزأدفانتج، هنا المساوئ. عندنا بعض المساوئ اللي نستخدم بيها السيمي سوليد، مثلا تكون الكمية مالته أول نقطة
there is no dosage accuracy in the type of dosage form. يعني شنو مو كلش دقيقة. ليش؟ لأن مثل يختلف عن التابلت. التابلت هي كمية معينة موجودة بالحباية، إحنا نقدر نأخذها بالغرام، حباية واحدة حبايتين مضبوطة. اللي هنا راح تاخذ على يعني قبضه الايد، لان هي عصاره مثل ما نعرف. فش قد انت راح تاخذ ما تعرف، ما راح تقدر نضبط هاي الكميه اللي انت راح تخليها المرهم او الاوينتمنت على الجلد او المنطقه اللي تريد تعالجها. زين، هنا ثاني نقطه يقول لك سهل الاكسده، يتاكسد بسرعه، واحنا ما نقدر يعني نشتغل على فد علاج معين اذا يتاكسد بسرعه، لان راح يقلل لنا من فعاليه الادراك. زين، احيانا يسوي لنا مثل تهيج او حساسيه. There are bulky to handle، يعني يكون صعب مثلا واحد يشيل عصاره مثلا. الافضل مثل التابلت دائما يكون اسهل للانسان. بعد application with finger may cause contamination، اكيد لان انت راح تخليه عن طريق الفينجر، فاحتمال راح يسبب لك بعض المشاكل. زين، physical and chemically less stable than solid dosage form، بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية الخاصة للدوزج فورم، هنا بالسمي سوليد تكون أقل استقرارية، وإحنا نريد كل ما كان أكثر استقرارية هو أفضل لنا. بعض الأحيان يسبب لنا irritation or allergy to some patient، لبعض المرضى. هذه شنو المساوئ مالت السمي سوليد. Ideal properties of semi solid، هنا بعض الخصائص فصلناكم إياها. Physical properties، الخصائص الفيزيائية للسيمي سوليد: smooth texture، elegant in appearance، non-dehydrating، non-greasy، non-greasy and non-staining، non-hygroscopic. إذني خصائص شنو الفيزيائية الخاصة من أريد أصنع السيمي سوليد. نجي هنا الخصائص، لا الفسيولوجية، هناك أخذنا منه الخصائص الفيزيائية، هنا راح ناخذ الخصائص الفسيولوجيه. نون ايريتنج، هذا جدا مهم. دو نوت التر ميمبرين سكن كونكشنج، لازم يعني الغشاء مال الجلد ما راح يسبب له اي يعني فت خلل او ثغره، لان راح يسبب لنا بالتالي اثر على البيشنت. ميسبل وذ سكن سكريشن، زين. هاف لو سنسيتيف اندكس، هاي الخصائص الخاصه بيها هي الفسيولوجيه. هنا application properties، هذه خصائص الخاصة شنو بالتحضير أو التطبيق. easily applicate with deficient drug release، يعني يكون دائما سهل تستخدمه لبعض الحالات، لازم يكون تطبقه بسهولة مثلا. يعني الدوزج من يصنعه لازم يضبطون قد انت راح تخلي الكمية على الموضع، لان احنا قلنا هذا علاج موضعي. اذا اهم خاصية لازم انت تضبط الكمية مالته لكل المرضى، يعني واحد يحسب حساب المرضى بجميع حالاته. هاي اكواس واش ابيلتي، لازم يكون شنو سهل الغسول بالمي، لان احنا نعرف الكريمات تكون نسبة الكمية مالتها المي بها اعلى، وبالتالي راح اقدر اغسلها بالمي. بس الاوينتمنت لا، كمية الأويل راح تكون عالية إذا راح نواجه صعوبة شنو من إزالة هذا المرهم. Preparation of semi-solid dosage form، إذا الخطوات اللي من أريد أشتغل بيها أو أسوي semi-solid، وإن شاء الله أكيد أنتوا راح تشتغلوها بالمختبر، عندكم كم وصفة لازم تشتغلوها وتعرفون شنو لازم أحضر أو المواد المهمة اللي أحضر من أدها السيمي سوليد. أول مرة إحنا قلنا يتكون السيمي سوليد من مادة رئيسية اللي هي أصنع من أدها الأدوية، وبعدين راح نضيف لها مواد أخرى اللي هي البيسس، بريزيرفيتيف، زين، هوميكتنت، أنتي أوكسيدنت، إمولسيفر، جيلينج أجنت، بريميشن، إنهانسر، أند بافرز. ذني أضيفن بس مو كلهن، حسب الحاجة اللي أنا أريدها. يعني هاي المواد الموجودة لقبالكم السبعة أو الثمانية، ذني مو كلهن من أريد أسوي أو أصنع السيمي سوليد، لا، حسب الحاجة اللي عندي. مثلا المادة إذا ما تتأكسد ليش أضيف لها أنا أنتي أوكسيدنت، إذا هي الذوب ليش أضيف لها بفر. فإذا كل مادة لها فوائد وأضيفها لمن من أنا أريد أحضر السيمي سوليد. راح نجي الأول فقرة واللي هي دائما مهمة اللي هي البيسس. It is one of the most important ingredient used in formulation of semi-solid dosage form. إذن هي
المادة الرئيسية اللي الingredient used. إذا لازم أكو basis من أريد أحضر أنا semi solid. Ointment bases do not merely act as the carriers of the medicaments, but they also control the extent of absorption of medicaments incorporated in them. يعني هذا البيسس اللي أنا خليته مو بس يعتبر كحامل للدراج مالتي أو للمادة الأساسية أو المواد الفعالة اللي أصنع من أدها الدواء، لا أيضا يساعد لي على كمية امتصاص هذه المواد، شو راح يمتصها الجلد. فإذا البيسس كلش مهمة أيضا لحمل الدراج أو المواد الرئيسية المهمة الداخلة الفعالة كيميائيا لصنع الدواء، وأيضا إلى قابلية على التحكم في كمية الابزوربشن لهذا الدواء. البيسز هنا ideal properties of bases they should be، الإيجابيات أو الخواص المهمة اللي لازم تكون بالبيسز: inert, non-irritating and non-sensitive، لازم يكون جدا فعال وأيضا ما يثير الحساسية لأن راح يأثر على الجلد. Compatible with the skin pH and the drug راح يكون لازم متوافق مع ال pH مالت منه البشرة و pH الدراج. Good solvent or emulsifying agent يعني مذيب أيضا جيد. Emollient, protect, not greasy and easily removable، أيضا يكون لماع، لازم يكون يوفر لنا الحماية أيضا كعنصر مهم للحماية ويكون سهل الإزالة، يعني لازم ما يبقى على الجلد. Release medicament readily at the site of application، أقدر يعني أخليه على الموقع يشتغل على الموضع مال الجلد يكون جدا فعال. Pharmaceutical agent and possess good stability، أيضا تكون الاستقرارية مالته جدا عالية. Classification of bases، عندنا أربع أنواع أقدر أصنف بها البيسز. Number one اللي هي hydrocarbon bases أو agents bases اللي هي تتكون من بوتراتيوم، بارافين، لانولين يعني الفازنين، البترولاتيوم الفازنين يعتبر. الثانية absorption bases اللي هي cold cream anhydrous linoleic، لاني لازم انتوا بعد تشتغلون ان شاء الله بالمختبر او اشتغلتوهن انا ما اعرف. water removable bases oil and water، water soluble bases polyethylene glycol. ذني أنواع الأربع أمنين من البيسز واللي قلنا البيسز يعتبر فد كلش مهم لصنع الأويتمنت أو السيمي سوليد. أنتي أوكسيدنت، إحنا مو قلنا نضيف البيسز وغيرها من العوامل الأخرى، هسه نجي شو وقت نضيف العوامل المؤكسدة. إحنا نعرف الأكسجين is highly reactive atom that is capable of becoming part of potential damaging molecular commonly called free radicals. احنا نعرف ذرة الاكسجين تكون جدا فعالة ومن تتأثر باي عوامل مساعدة خارجية راح تحرر لنا منه الفري راديكال. الفري راديكال جدا يكون يعني غير يأثر على صحة الانسان ويأثر على الدراج اللي انا دي اشتغل عليه، راح يأثر لنا على التركيب مالته وعلى الفعالية مالته. فاذا اشوف اني عندنا مادة تتأكسد راح أضيف لها الأنتي أوكسيدنت لأن راح تأثر لي على التركيب وعلى الفعالية. إذا مادة لا ما تتأكسد إذا أنا ما مو مشكلة ليش أضيف الأنتي أوكسيدنت. وإحنا خاصة للمواد اللي تتأثر بالهواء، تتأثر بالرطوبة، تتأثر بالضوء، لأن طبعا رأسها راح يتأكسد، فإذا راح نضيف لها شنو أنتي أوكسيدنت. المثال عليها بيوتاليد هيدروكسي أنيسول دني الأنتي أوكسيدنت، بيوتاليد هيدروكسي تالوي. المادة الأخرى اللي هي permeation enhancers، skin can act as a barrier with the introduction of virus penetration enhancers. penetration of the drug through the skin can be improved. عندنا أحيانا الطبقة مثلا العامل النفاذية إيش وقت أضيف، لأن الجلد راح يكون كحاجز ما راح يخلينا يدخل الأوينتمنت أو الكريم أو الجول يدخل داخل الجسم، خاصة إذا إحنا نريد مثلاً إفكت يعني فد فعالية دوائية تكون جداً عميقة تدخل بداخل الجلد. فإذا راح نضيف لها اللي هي permeation enhancer اللي هي عوامل النفاذية، والمثال اللي هو عليها الأوليك أسيد.
Emulsifier. شو وقت استخدم an emulsifier? Emollient is a substance that stables an emulsion and increases its kinetic stability. إيش وقت أضيف من أريد أحضر الإيمولشن المستحلبات؟ إذا راح أضيف لها شنو الإيميليجانت؟ إيش راح أسبب لنا هذا؟ راح أزيد لنا من استقرارية الدراج اللي أنا أريد أحضر عليه. هنا بعض الفوائد مال الإيميليجانت اللي هي must reduce surface tension for proper emulsification. زين it prevents cold skin ability to increase the viscosity at low concentration. احنا ايضا نحتاج احيانا للفيسكوسيتي، احيانا عاليه احيانا قليله، فايضا ايش راح نضيف لها؟ الاميليجانت. اذا هاي المواد اللي نضيفها واللي قلت لكم مو دائما حسب الحاجه اللي انا اريدها. Emulsifying agents انواع همطيكم اياها: صوديوم لايوريل سولفيت اللي هي الاويل وذ ووتر ايمولشن يسموه، صوديوم سيتريت اند كالسيوم سيتريت، جليسيريل مونوسيتريت ويك الووتر على الاويل. هنا ايش راح نضيف لها؟ يسموه الاومولسيفاينج اجنت اند يوز از ستابيلايزيشن اجنت. اند الايمولانت ايش راح نستخدم له؟ اذا كانت النسبه عندنا تكون منه اعلى، نسبه الاويل بالووتر ايمولشن. اذا عندنا نسبه الووتر بالاويل وعندنا نسبة الأويل بالووتر، كل واحد نضيف لها الإميليجانت الخاص بي. الهيوموكتانس أيضا هذه واحدة من المواد أيضا نضيفها، is a high hygroscopic substance. إذا هيوموكتانت are used to، إيش وقت نضيفها؟ increase the stability of the active ingredient، يعني المادة الأساسية إذا هي قليلة الاستقرارية. يعني أريد مادة تستقر، إذا إيش نضيف لها؟ الهيوموكتانت. To elevate its skin penetration. أيضا تفيدنا. Elevate the hydration of the skin. إذن من أحتاجها أنا راح أضيف لها منه الهوميكتانت حسب الحاجة. أيضا البفرات. البفر are added for virus purpose such as. إذن راح أضيفها بطرق مختلفة. يا أما compatibility with the skin لكي توافق مع البشرة إذا أنا أحتاجها، أو أريد solubility مال الدراج عالية، إذا عندنا solubility ما يذوب مثلاً وأني أريد أذوبه راح أضيف له بفرات معينة. مثلاً الدراج stability اللي غير مستقر أيضاً أضيف له بفرات. Influence ionization أيضاً of drug skin due to its weak acids natural. Tolerate weak acids preparation أيضاً نحتاجها من أريد أحضر of drug ionization skin due to weak acids natural. راح أضيف لها شنو مثلاً ال weak acids أيضاً يفيدنا، هذا نوع من البفرات ومطيكم عليها أمثلة. هنا الجزء أو المادة الأخيرة اللي هي antimicrobial preservative. هذه المادة شو وقت أضيفها؟ to inhibit the growth of contaminating microorganism. Sorry, cure the addition of chemical antimicrobial. إذا البارازايت عندنا الطفيليات، أحيانا إذا يعني أريد أسبب أو حماية للجلد من الطفيليات من الفطريات راح أضيف لها شنو؟ أنت مايكروبال. إذا ما سبب لي لا ما أضيفها، ما محتاجتها. ومعطيكم هنا اللي عندنا بارا هيدرو بنزويت، بارابينز والفينولز، بنزويك أسيد، سوربيك أسيد، كوايترينري أمونيا صوص and other compounds. بعض الكم إذا ذني شنو أضيف؟ شو وقت مضاد للفطريات اللي أنا ما أريد يصير على الجلد أو الجرح المثل موجود عندي، أضيف له شنو؟ مضاد إلى للفطريات. راح نجي أول قسم أو عقلنا سمي صوليد اللي هي الأوينتمنت عندنا، وعندنا الكريم والبلاستر والجل. هسه راح نبدي نشرح الأوينتمنت. الأوينتمنت هو are homogeneous viscous semi-solid preparation, most commonly a greasy thick oil. إذا نسبة الأويل راح تكون بالأوينتمنت تكون أعلى 80% والواتر 20%. Intended for exterior application to the skin or mucous membrane. They are used as. شلون نستخدم الأوينتمنت؟ يا أما emollients يا مرطب، يا أما productive كحماية خاصة للي يعانون من الحروق.
ليش اللي يعاني مثلا حرق صار على الاصبع او فد شيء، راح يخلوا له فد اويتمنت معين هذا يحميه ما يتاثر بعد بالهواء، لا يسبب ملوثات او يلتئم او يسبب فد التهاب بالجرح. فهذا شيء يسموه كحمايه له، او ثيرابيتك كعلاجي، او بروفيلايتيك بيربز، هذه لاغراض وقائيه. اذا هاي فوائد الاوينتمنت الاربعه اللي اني اقدر استفاد من عنده. Classification of ointments. Number one, تصنيفة للأوينتمنت. Epidermic ointment. شنو معناته؟ These ointments are intended to produce their action on the surface of the skin. هنا يعني راح يكون الأوينتمنت بس على السطح، ما راح يمتص الجلد، يبقى وين؟ بس على السطح. تفهموني؟ أبد ما راح يمتص للداخل. هذا شو وقت يستخدمه؟ يعني نوع من الأوينتمنت اللي يسبب لنا protected, anti-specific and parasite اللي أيضا مضاد للطفيليات. إذا دني الأوينتمنت الثلاثة اللي خاصة للبروتكتيف وانتي-specific and parasite، دني ضد الطفيليات، راح نستخدم النوع الأول. النوع الثاني اللي هو endodermic ointment، هذا شنو؟ لا راح يكون امتصاص، بس امتصاص يكون قليل، يعني راح يكون داخل الجلد أو يدخل إلى طبقات البشرة بس يكون قليل. نوع أنواع اللي راح تشتغل اللي هي قلنا الإيمولومنت اللي هي المرطبات، زين، والستيمولانت and local irritants. ذنك أيضا ثلاث أنواع اللي خاصة بالإندوديرميك أوينتمنت. النوع الثالث اللي هو دايديرميك أوينتمنت، هذا اللي هو جدا مهم اللي أقدر أستفاد من عنده واللي يعطينا شنو السيستميك إفكت، اللي هو هذا راح يكون الأبزوربشن مالته جدا عالية واللي راح يعطينا كنتائج جدا عالية كعلاج مثل الدواء. لأني شوف والله واحد على السطح، واحد يكون أقل شوية امتصاصيته، هنا راح يكون واللي يكون جزء جدا مهم اللي راح يسبب لي اللي هو systematic effect. هذا هنا كشكل للسكن، تشريح للسكن، منين تتكون الطبقات ملاتها موجود عندكم. هسه نجي هنا preparation of ointment. Both on a large and a small scale ointment are prepared by the three general methods. إذا من أريد أحضر الأوينتمنت أكو ثلاث طرق. Incorporation method الطريقة الأولى، والفشن method، والأمسيفيكيشن method. لأن ثلاث طرق أنا أقدر أستخدمن كي أحضر الأوينتمنت، بالإضافة إلى حسب المواد اللي أنا أشتغل عليها. إذا دني الطرق أستخدمهن، وأكو طرق أنا أستخدمها حسب المواد الرئيسية أو المواد الكيميائية الفعالة أو الدراج المعين اللي أنا أريد أحضره. إذا دني ثلاثة كل من حسب المادة اللي أنا أريد أشتغل عليها. راح نيجي incorporation. The component of the ointment are mixed together by virus means until a uniform preparation has been attained. On a smaller skin, the pharmaceutical may mix the component of an ointment in a mortar with a pestle or a spatula, and an ointment scrub may be used to rub the ingredients together. إذا الأول إنتو إن شاء الله إذا مشتغلية بالمختبر راح نستخدم المورتر with a pestle، بعدين أكل spatula and when an ointment scrub، خاصة بالصيدلية من أريد فد كمية قليلة أصنع من عندها. إذا راح أستخدم هذه الطريقة، أخذ المادة وأبدي أطحنها بواسطة الاسباتشولا أو الهاون الموجود وين أخليه على الأوينتمنت سلاب. هذا هنا مخطط، أيضا وضحت لكم بالطريقة، أخاف مثلا واحد، هاي كلها الطرق موجودة، الخطوات إلى أن أكمل صنع الأوينتمنت. الطريقة الثانية اللي قلنا هي الفوجن. By the Vogel method, all or some of the components of an ointment are combined by being melted together and cooled with constant stirring until congealed. إذا المواد اللي تكون أصهرها، ليش المواد أكو مواد تكون صلبة ما أقدر أمزجها بسهولة، إذا إيش راح أعرضها إلى حرارة معينة، راح تبدي تذوب هذه المادة. من تبدي تذوب أنا شنو أبدأ أسوي لها stirring، زين، بعدين ابدي شنو اجب راح تبدي تتجمع. ليش؟ لان تجمدت،
فإذا أول مرة ليش أصهرها؟ على مود أني المادة من عندي أحصل على homogeneous component، مكون متجانس، بعدين أبرده، وبعد الحركة شنو؟ الحركة المستمرة. This component not melted are generally added to the congealing mixture as it's been called and stirred. إذا بعض الأحيان طلاب المادة ما تحتاج إلى حرارة، هي ذايبة، لتفهموني؟ إذا ما راح أستخدم لها شنو؟ melting. هاي المادة اللي أستخدم لها الملتنج أو الدراج اللي يكون صلب، على مود أصهره بعدين أجانسه ويا البيسز والمواد الأخرى اللي أنا راح أضيفها. بس يقول لك بعض الأحيان أكو مادة هي صلبة، هي سائد، يعني هي ممزوجة، هي منصهرة، هي تلقائيا منصهرة، فأنا ما راح أحتاج إليها عملية الانصهار، فقط عملية التبريد والاسترار. بعض الأحيان الهيت ليبل، هاي المواد اللي تتأثر بالحرارة، شو يسموها؟ heat label substance and any volatile component، أي مواد طيارة أو زيوت طيارة أو المواد اللي تتأثر بالحرارة. هذه المواد طلاب ورا ما أصهر الدراج عندي أو المكونات اللي لازم أصهرها بعدين أضيفها، لأن هاي من أنا وبدأ عملية الصهر راح تبدي تطاير، تتفهمون علي؟ إذا راح تبدي تطاير هذه المواد أو الزيوت الطيارة أو اللي تتأثر بالحرارة، بالتالي من راح تروح راح تتحرض إلى شنو؟ تفكك، فأني ما أستفاد من أدها. إذا شو وقت أضيفها؟ بعد ما أصهر المواد اللي تريد تنصهر، وما أبدي بعدين أبردها وأسوي لها استيراد، أني أبدي أضيف ذني المواد الطيارة اللي أو اللي تتأثر بالحرارة. ايضا هذا مخطط اللي فيجن ميثود، واضح عندكم كله موجود الخطوات. عندنا الطريقه الثالثه اللي هي emulsification، هذه شو وقت كنا من نريد نحضر الايمولشن المستحلبات. In the preparation of ointment having an emulsion، انواع المستحلبات، type of the formula، the general method of manufacture involves a melting process as well as an emulsification process. ايضا بس عملية شنو عندنا؟ راح تكون عملية صهر مع وجود المستحلبات أو المواد اللي أنا أريد أضيفها. إذا ذني ثلاث خطوات اللي أنا شنو أصنع من عندها، أسوي من عندها الأوينتمنت حسب المواد الرئيسية اللي أنا عندي. هسه هذا المخطط evaluation of topical dosage form، شلون أقدر أعرف evaluation of topical dosage form؟ عندكم أربع طرق أقدر من أدها أستفاد أو أعرف الـ evaluation of ointment. Number one اللي هي penetration، weighted quantities of the ointment are rubbed over defined areas of the skin for a given length of time. Thereafter the unabsorbed ointment is collected from the skin and weighted. إذا الطريقة الأولى أنا من راح أجي أخلي الدهن أو الأوينتمنت على المنطقة أروح أوزنه، وأنا ما وزنته وخليته بعدين على البشرة، أجي أسحب اللي بقى بعد ساعة أو ساعتين. الفرق بين الوزن هو هذا قيمة الـ evaluation of the ointment. إذن الفرق بين الأوزان، أول ما خليته عجلت وانتظر فت ساعة ساعتين، أيضا أكو طرق مختبرية راح أشوف إيش قد امتص الجلد، الفرق بيناتهم هو هذا أقدر أعرف من أداء الـ evaluation of the ointment. طريقة ثانية rate of release of medicament. إذن طريقة الثانية this is rate of release of medicament a small amount of ointment. هنا أيضا طريقة أخرى، بعد وين أضع الـ ointment؟ على surface of nitrate agar contained in a petri dish. زين بيتري ديش أقدر أني أخلي عليه المادة أو الأوينتمنت، بعدين أتبع الخطوات. If the medicament is a bacterial the agar plate is previously seeded with a suitable organism like aureus. After a suitable period of incubation the zone of inhibition is measured and correlated with the rate of release. عن طريق الريت مع الريليز أيضا أقدر أحسب من عدة الـ evaluation of ointment. Rate of release of medicament أيضا similar internal surface of test tube. أيضا هاي طريقة أخرى، نأخذ التست تيوب with thin layer of ointment، أخلي به thin layer of ointment،
that youths with saline أضيف لها أو سيرام. And after a gap of time estimating the amount of 30% is the serum saline. أيضا هاي طريقة أخرى جدا بسيطة. هاي كلها تعتمد الطلاب على المختبر. Evaluation of ointment أيضا طريقة number C اللي هي absorption of medicament in for blood serum. إذا هاي روايل راح نعتمد عليها بالبلود. Definite amount of ointment should be rubbed through the skin. Understand condition and medicaments are estimated in the blood plasma or urea. بعد ما أخلي الointment هيا نوع النوع الثالث مال الointment اللي يكون asymmetric زين. فإذا هذا راح يدخل داخل الجلد فراح يأثر لنا وين على البلود. من أسوي تحليل مال دم راح يظهر لي الإيفاليوشن أوف الointment. إذا هاي النمبر C هو خاص بالنوع الثالث منين من الointment. Evaluation of ointment أيضا irritant effect هاي هم طريقة مستخدمها على الرات زين وبعدين نطبقها معرضها إلى حرارة وورا الحرارة مثلا قايل نتركها reaction are noted at intervals of 24, 48, 72 and 96 hours. The presence of patches on the skin within 2 weeks indicate irritancy to the present skin. إذا هذه طريقة استخدموها الرات أكثر شيء. النوع الثاني من السيمي سوليد اللي هو الكريم. الكريم قلنا يختلف عن الأويتمنت يكون بيه كمية المي أعلى. الأويتمنت كمية الأويل تكون أعلى. إذا الكريم يسهل إزالته بشنو بالمي البارد. لأن ليش بيه كمية مي أعلى. بس الأوينتمنت أقدر أوخره إذا صار على الجلد بالمي الحار لأن نسبة الأويل تكون شنو بي جدا عالية. هنا تعريف الكريم are homogeneous semi-solid preparation then consisting of aqua emulsion contain lipophilic emulsifying agent their consistency depend on the type of emulsion يعتمد على الإيمولشن جدا مهم either water in altar in oil water in oil or oil in water هاي نوعين يا اما water in oil او oil in water اتبعت تعرفوها and all the natural of the solids in the internal phase the cream are intended for the application to the skin or certain mucous membrane for ايضا فوائد للبروتكتيف وايضا ثيرابيتيك او بريفوليكيتد purpose دني فوائد الكريم او ايش وقت نستخدمه Classification of creams. Creams containing microspheres feed a cream 200 أو 250 micron. Lamellar faceted creams, liquid paraffin in water emulsion. هاي كل واحد مطيكم مثال عليه. Cream containing liquid nanoparticles. Nanoparticles واللي هي كلش مهمة اللي هي مثلا water in oil cream more occlusive. هاي شنو classification of cream the preparation of cream أيضا خطوات شون أحضر الكريم شون قلنا نحضر الointment الخطوات step preparation of oil phase أحضر الطور يا هو الطور الزيتي أو الطور الدهني a flask powder ingredient are dispersed in a mineral oil or silicone oil heating may required for melting إلى حد الانصهار Hydration of aqueous phase الطبقة المائية emulsifiers راح أخلي stabilizer thickener are disappear in water heating may required for hydrating إلى حد الhydrating الأول إلى حد melting الثاني إلى حد الhydrating forming the emulsion two phases are blender under vigorous agitation Preparation of active ingredient. إذا ذني أربع خطوات اللي أقدر أحضر من عندها الكريم لأن الكريم أحيانا يكون بطور واحد أو أحيانا بيكون بطورين. Evaluation of cream. أيضا شلون أعرف الإيفاليوشن مالته كفاءة مالته طريقة ريولوجي. The ريولوجي or viscosity should remain. إذا هاي راح تعتمد على طريقة الفيسكوسيتي. Constant. ريولوجي measurement are altitude. To characterize the ease of powering from a bottle.
cuisine from Ethiopia or Canton. هيعلمكم الطريقة maintaining product shape in agar or after extrusion rubbing the product onto the skin. طريقة جدا سهلة عن طريق viscosity. The viscosity can be measured using viscometer. بتم أخذها من المرحلة الثانية شلون نعرف viscosity عن طريق viscometer. Used for such liquids. تستخدم لمن؟ للسوائل. الطريقة الثانية اللي هي sensitivity. As a virus types of ingredient are used with used for antiseptic homeners etc. إذا هاي الطرق اللي أنا أستخدمها there is possibility of sensitivity or photo sensitization of the skin. This should be tested beforehand. إذا هاي لازم تستخدمها قبل الإيد نسوي لها اختبار. This test is normally done by part test on skin and can be either open or occlusive. The test sample is applied along with a standard market product at different place and effect is compared after a period of time. إذا هاي الطريقة مالت الانتقائية أيضا واحد يقدر يشتغلها أو يطبقها بالمختبر. طريقة الثالثة effect of thermal stress. أخذ درجات حرارة مختلفة. It is usually to evaluate the stability of an emulsion. Stability مال المستحلب. By subject it to high and low temperature in alternating cycles. Then the sample are first expose أول عرضة إلى 60 درجة for a few hours and then 2-0-2-40 such exposure and repeated a number of time and emulsion stability assessed after each cycle. إذا راح تتغير شنو الستيبوليتي معني الامولشن. إذا هاي الطريقة الثالثة اللي أقدر أعرف من عندها كفاءة الكريم اللي يعتمد بها على درجات الحرارة المختلفة. والطريقة الرابعة اللي هي face separation عن طريق فصل الأطوار. احنا مو عندنا قلنا طور بيض طور مائي والطور الزيتي أو الدهني. The rate and degree of face separation in emulsion can be easily determined by keeping a certain amount in a graduated splendor. إذا مثل الطريقة بالمختبر طلاب. And measuring the volume of the separated phase after definite time intervals. Then, the phase separation may result from creaming or cold skins of globules. The phase separation test can be accelerated by centrifuging at low moderated speed. إذا راح أستخدم أفصل الأطوار وين بالسنترفيوج. إذا الطريقة اللي هي مال الفيس سيبريشن راح تستخدمون بها السنترفيوج وأقدر من عندها أعرف كمية الإيفوليوشن مال الكريم. النوع الثالث من الأويتمنت إحنا راح ناخذ بس ثلاثة لضيق الوقت لأن ما تكفي. إن شاء الله بالمراحل المتقدمة أيضا راح تاخذون عن السيمي سوليد. الجلز. جلز أر هوموجينيوس كلير سيمي سوليد أيضا هو نوع من السيمي سوليد. System containing of this precision of a small or large molecular in aqueous liquid. إذا الكمية العالية راح تكون من بيشنو aqueous liquid. Vegal rendered a jelly-like by the addition of راح نضيف له gelling agent. إذا مادة جيلاتينية. Gels are aqueous colloidal suspension of the hydrated forms of insoluble. Medicament used for medication and lubrication. إذا أقدر أستخدمه كدواء أو كlubrication. مادة الجيلنج. Among the gelling agent used. شلون أقدر أحضر الجل أو شنو اللي أستخدم. Synthetic micromolecular such as carbamir 934. هاي مادة. Cellulose derivatives such as مشتقات السيلولوز نعطيكم عليها أمثلة. Natural gums such as tragacans. إذا هذه هم أيضا مادة ثالثة. إذا ثلاث مواد أقدر من أدها أني أصل عفوا نعمل أدها الجيلنج أجنت واللي هي تكون أدي جدا مهمة.
دني السلاتة ومطيكم أمثلة عليها. Types of jewel face. الجل بنوعين, single face عبارة عن طبقة واحدة, أو the two face ومطيتكم الرسم ملاتها. إذا الجل عبارة عن طبقة أو طبقتين أحيانا. Kind of jewels أيضا هنا أنواع عندنا, controlled release jewels, bioactive jewels, organ jewels, extended release jewels. هاي كل واحد وحسب اللي أنا محتاجته حسب الحالة اللي عندي. زين, hydrophilic jewels, complication jewels, زين thermosensitive sol gel arrival hydrogel. إذا دني الأنواع كلها مال الجل. إذا دني أنواع عندي خاصة كل ما أنا اللي أحتاجها أقدر أصنع حسب اللي أنا محتاجته. Evaluation of jewels أيضا الإدراك, شلون أقدر أعرف الإيفاليوشن مال الجولز. إدراك كونتنت هاي الطريقة طلاب عن طريق اليو في, قاعد إن ناخذ 1 غرام من الجول بعدين نوزنه إن 50 مول أو فوليمتريك فلاسك بعد طريقة مختبرية موجودة عندكم واضحة, وبعدين وين راح نروح نستخدم اليو في سبكتروفي فوتوميتر. إحنا مشتغلين على اليو في, أقدر أحصل من عدة كفاءة أو إيفاليوشن أوف جولز. هاي الطريقة الأولى اللي أعتمد على اليو في. الطريقة الثانية عن طريق البي اتش, أيضا عندنا بي اتش ميتر أحضر حسب الماني الأدي 1 جرام أوف جول was dissolved in meat small of distilled water and distorted at 4 درجة سيليزيا for 2 hours. أيضا هذه الطريقة عن طريق منو البي اتش ميتر, لأن كل إحنا مشتغليها. إذا عندنا عن طريق اليو في, وأقدر عن طريق الديجيتال بي اتش ميتر أقدر أعرف من عدة evaluation of jobs, أو عن طريق الفيسكوسيتي. إذا عندنا أول مرة قلنا الإدراك content عن طريق اليو في measurement of pH, أو أيضا عن طريق الفيسكوسيتي اللي إحنا نستخدمه, قلنا نستخدم أحيانا المادة السائلة ونستخدم تراكيز معينة. أيضا مطيكم الطريقة بالفيسكوميتر. هنا الأجهزة الخاصة بالمختبر اللي تشتغلون عليها وإن شاء الله مشتغليها. أيضا طريقة أخرى اللي أقدر أحسن من عندها evaluation of gel, a modified aperture constant of 2 glass slides. أيضا هاي الطريقة راح نأخذ الglass slide ونخلي عليها الجل وبعدين نتركها لمدة وفد وقت معين. زين, and the upper or attached to balance by a hook was used to determine the spherability. أقدر أطلع من عدها. إذن هاي الطريقة أيضا أخرى لكي أحسب الإيفاليوشن أوف جولز. تقريب 5 طرق أقدر أحسب من عدها أو 6. أيضا الطريقة الأخرى السامبل ميثود, هاي طريقة جدا بسيطة, was adopted for determination in terms of weight in gram. أيضا راح نأخذ وزن معين وبعدين أسوي من عدها الجول in 10 ثواني, وأقدر من عدها أحسب أني الإيفاليوشن أوف جولز. هنا بعض الصور للأويتمنت للجول, انتوا بعد تعرفوها.